بالضبط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وارزقنا في قلوبنا غير هذا الأمر إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأنا القراءة من كتاب الكسب والمعاش فيما يتعلق بالعدل واجتناب الظلم في المعاملة، وكلها قضايا اقتصادية حتى الآن. وكان النوع الأول الاحتكار، والنوع الثاني قضية تزييف العملة الأموال. قال: ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد، يعني دخل الواحد ولم نتم الكلام، ولم نتم الكلام. وقد ذكر الإمام الغزالي مما قرأنا بالأمس أنه إذا ما زيف أو زور، وقال البعض التزييف هو في المسكوكات عند المعدنية، والتزوير يعني هذا يكون كلام لا يعني متأخر، والتزوير بيكون في العمل الورقي، هذا متأخر تفرقة. على كل حال قال أنه ما دامت العملة المزورة في السوق لا زالت يعني تتسبب له بالسيئات، وذكر من بعد 100 سنة أو من بعد 200، يعني ممكن ما دامت هذه موجودة في الأسواق معناته يتداول بها الناس، ولا زال هنالك كلام حول قضية هذا الزيف. يعني ليست مسألة بالسهلة، وكل اقتصاد أي دولة يصير فيها يعني تسويق ترويج لهذه العملات المزيفة يضر بالاقتصاد، وإذا ضر بالاقتصاد أضر بنا جميعا. يعني من أن نستوعب اليوم، نستوعب أنه أي سلوك فيه ظلم، فيه تعدي، يضر بجميع الناس. لا يصح أن تقول أنا وين شو داخل جيبتي أو شو طالع من جيبتي أو شو أنا يعني هذا لا يضرني كذا، هذا كله لا يصح. لو أن أو الناس مثلا سروا لقضية تفحيط السيارات أول الآخر سيصيب الناس من هذا إيش؟ ضرر. وأي إنسان يصاب بسبب عدم احترام إشارة مرور، ضرر. الناس تبني على الشارع، يعني حرفيا يعني لدينا شارع الأصل في التخطيط أن يكون 12 متر، الأصل يكون إيه؟ 12 متر. الآن الشارع حوالي 4 متر 5 متر في بعض المحلات، 6 متر، معناته الناس أكلوا إيش؟ أكلوا 6 أمتار من إيه؟ من الشارع. ثم بعد ذلك يقتتلون على مصاف السيارة. طبعا أنت بنيت على الشارع العام، ولاحق الناس على الفضاء العام. يحترم، يحترم إذا كان فضاء عام. المحلات تضع البضائع على الشارع، على الأرصفة، في الممرات. محلك ليس الشارع. إذن أي سلوك، أي سلوك فيه مضرة هو مضرة على الجميع. إذا استفحل مثلا، إذا سمعنا عن مدينة على بعد 200 كيلومتر يأخذون فيها الخاوة فقط في تلك المدينة، بأخذ أصحاب المحلات إيه؟ خاوة. يعلم أنها مسألة وقت حتى يصلك ذاك السلوك، ويجب الأخذ على يد الظالم. إذن هنا التزييف، قال الإمام الغزالي رحمه الله: وليعلم أن في الزيف 5 أمور. الأول
أنه إذا رد عليه شيء منه فينبغي أن يطرحه في بئر. ما كان في أوراق، ليش بئر؟ بئر ماء، عملي مزيفة، عرفت أنها مزيفة، قال ارميها وين؟ بمعنى إيش؟ انتهى، حتى لا يتضر بها الناس. فينبغي أن يطرحه في بئر بحيث لا تمتد إليه اليد، وإياه أن يروجه في بيع آخر. مش يقول ما هذه وصلتني بمررها لحد ثاني، لا يصح شرعا، لا يصح. وصلتك شو بتعمل فيها؟ انتهى. وإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل به جاز. أفسده يعني لم يصبح درهما أو دينارا، خربوا، صهره بالنار، قصه بالمقص اللي هو. الأمر الثاني أنه يجب على التاجر تعلم النقد، لا ليستقصي لنفسه، ولكن لئلا يسلم إلى مسلم زيفا ولا يدري، إلى مسلم وإلى غير مسلم. يعني إذا عندك تاجر مسيحي في البلد لا يصح لك أنك تقول إيش؟ مرر هذه عند فلان، أو لا يصح. إحنا بيننا عهود وبيننا مواثيق، أولاد بلد في ذمة. ذمة من؟ لا ورسوله، صحيح. والنقد هنا، النقد كيف يقولون نقد في الأصل؟ نقد النص، نقد الشعر، نقد الأدب. تنقد كثير منا، حتى نقد الشخصية بالدال. النقد الهدم والمنافاة والضد، والنقد هو بيان إذا كان هنالك عيب أو غير ذلك. ومن يعرف هذه الأمور، إذا لا يسلم زيفا للغير وهو لا يدري، فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلم. فلكل عمل علم به يتم نصح المسلمين فيجب تحصيله. ولمثل هذا كان السلف يتعلمون علامات النقد نظرا لدينهم لا لدنياهم، ليس للحفاظ على المال من أجل الدنيا وهذا السقف. يعني بعض الناس قال، حتى بالأمس كنا يعني، قال أنه كان يعني يبدو أن الهم عند الطالب، كان يمكن لا زال عند بعض الطلبة، همه أن ينتهي من الدراسة حتى يبدأ بالعمل حتى يجمع مالا. القضية العمل مشروع، وجمع المال لشراء بيت وللزواج ولكله مشروع، لكن لا يكون السقف عندك إيه؟ هذه الدنيا. إذا كان سقفك الدنيا معناته أنت أبطلت إيش؟ الآخرة. فكانوا يحترزون لدينهم. يعرف اليوم مثلاً العلامة المائية، الخط أو السلك أو اللي هو، يعني احترازاً للدين، احترازاً حفاظاً على الدين. الأمر الثالث قال أنه إن سلم وعرف المعامل أنه زيف لم يخرج عن الإثم، لأنه ليس يأخذه إلا ليروجه على غيره وليخبره. ولم يعزم على ذلك لكان لا يرغب في أخذه أصلاً، فإنما يتخلص من إثم الضرر الذي يخص معامله فقط. إيه يا كرام، هنالك دعايات، يعني دعايات أو ترويج لعملات مزيفة بحيث لا يدري الإنسان أن هذا يعني على الإنترنت. كثير بقول لك يريك صندوق مال ويصفون المال هذا مجمد وبعرف إيش، وإمكانك أن تشتري، إمكانك أن تشتري العشرة آلاف بألف أو بألفين. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، إذا كان هو يقوم بإرشادك إلى ما فيه ظاهر المسألة منفعة مالية لك،
لما يعطيك 8000 ولا 7000 زيادة أو 1000 زيادة؟ ما واضحة المسألة، لكن بعض الناس الطمع بيخليه إيش؟ يعني طمع يعمي الأبصار. وقد يعطى، وقد يعطى مالا مزيفا أو يضرب أو يقتل، أو لأنه يحضر مالا حقيقيا الطمع. وهذا يعود بخفي حنين، لا حتى لا أعود بخفي حنين، حافي ماسح، احترزوا من النصابين، لا زالوا يخترعون للناس قصص مثل هذه. سبحان الله. وإياكم والقروض، اليوم على الهواتف وبالإيميل وكذا، قل لك قرض، أنت مباشرة بيطلع لك قرض بكذا، بيطلع لك قرض. انتبهوا، لما تأخذ هذا القرض؟ لما؟ وليست بنوك، وليست إيش؟ بنوك. ولو كان بنك برضو احترز. أمس على وجه الحقيقة شاب يقول لي هنا في المسجد أخذ قرضاً ب30,000 وسيسده الآن إن سده 45. تعرفين النسبة كم؟ 50%. واضحة الربا، واضحة، مركب. تأخر، قلت له يعني ليش تأخذ انت هالقرض؟ يعني مشان سد دين، سد دين بقرض مثل هذا، ضلك طول عمرك تتورط وما تستطيع تدفع، وتظل الأرقام ايش؟ زي ما بقولوا للدول، إعادة جدول الديون الدولة الفلانية. شو يعني إعادة جدولتها؟ بيزيدوا عليك، تأخذ قرض من صندوق النقد الدولة، بك الدولة بعدين ايش؟ ما دفعتش. الاقتصاد اللي عندك زي انت حضرتك مثلا، شغلك الشهري 1000 وحدة مالية، دولار دينار، شغلك بتطلع ايش؟ 1000 دينار. تأخذ قرض بحيث انك تسد 2000، من ميدك تجيبهن؟ ما انت معاشك كل البعض على بعضه ايش؟ 1000. بالإضافة إلى الحرام في تياسة على قد الحافك إيش؟ مد جريك. قلنا لكم من زمان 3 حالات لمد الأرجل. الحالة الأولى أن تمد الرجلين بعيد عن الحاف، يعني ستقطرد وتتداين وترهق نفسك، والذل وذهاب ماء الوجه. 2، تمد الحافك على قد جيك، يعني انك تصرف كل شيء. اجين 1000 بدك تصرف ايش؟ 1000. هذا على قد، غلط. ما يا اخي اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، حقيقه غير صحيح، غير صحيح. وياتيك ما في الغيب دائما، كل يوم في المستقبل غيب، كل يوم في المستقبل. بالامس كانت جنازه إنسان هنا في المسجد، كان قد وضع في اليوم الذي قبله تعزية لمن توفي في اليوم الذي قبله. صلينا أمس صلاة الجنازة على رجل كان في اليوم السابق قد وضع تعزية لشاب آخر، اللهم ارحمهم جميعا وارحمنا عم جميع المسلمين، ما كان منهم ما سيكون إن شاء الله. كل يوم في الغد يأتي بأخبار إيش؟ فيما يتعلق، يعني هو مغيب عن الماضي، معروف الماضي معروف عندك. ومن لطف المولى عز وجل أنه ستر العيوب، نسأل الله عز وجل أن يسر عيوبنا في الدنيا والآخرة. ولكن المستقبل غير معروف، وهنالك أقصر من الحاف، يعني حوش لك شوي، ادخر قليلا، مش يعني خوف، مش خوف، لكن انت عارف عندك أولاد رأس مالها 12 سنة بدهم يدخلوا جامعات في المدارس، بعد المدارس
في حاجة إلى بيوت بيقول يشتغلوا، يعني ما قلتش ما يشتغلوش. أرأيتم في بلادنا في القدس على وجه الخصوص شاب ينهي الجامعة يستطيع أن يشتري أرضا في القدس؟ لو باع ذهبات الوالدة والجدة منين بده يشتري؟ اشترى ثلاثة رجال، أحدهم أستاذ هندسة في الجامعة عندنا في القدس في بيت حنينة، اشتروا أرضا لأنه فيها رخصة، دونم واحد، دونم واحد بمليون دولار، حتى الناس تعرف هذا من الابتلاء. هذا من ايش؟ من الابتلاء. ثلاث اشتركوا مع بعض، اشتروا أرض ايش؟ دونم واحد في بيت حنينة بمليون دولار. أنو شاب بده يستطيع يتخرج من الجامعة؟ ولذلك شبابنا بروحوا على الضفة بسكنوا وبيفقد الهوية بعدين. لا ما هي هي، يعني لو قلت انت استكثرت المبلغ، انت لما تشتري شقة اليوم عندنا في القدس 400-500 ألف دولار، 400-500، هي هي، يعني ما تفكر المبلغ يعني. آمين. قال الأمر الرابع أنه إذا أخذ الزيف ليعمل بقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا، سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء، فهو داخل في بركة هذا الدعاء. إن عزم على طرحه في بئر، واحد أخذ زيف والنية أن يتخلص، يخلص المجتمع منه، هذا الدرهم له أجر في ذلك. يعني مثلا يا أحبة، ما منا إلا ومر بفلاحة تبيع شيئا واحدا اللي وضعت 10 أنواع، هذه احتمالها ايش؟ تتاجر. واللي وضعت نوع واحد وكمية قليلة ومضروبة وحالتها بغلبة، اغلب الظن انها ايش؟ وكان ثوبها رث والأسى على ملامحها، يعني التجاعيد، كأن كل هذه التجاعيد تعبر عن ايش؟ سني الشقاء والتعب. الله أعلم، لا تبخسوا الناس أشياءهم أول باب، ولا تبدي على محياك أنك ممتعض من هذه البضاعة، ولا تقول لها، تقول لك مثلا هذا بعشرة، تقولها بوجهش إنه ونبرة إنه على إيش؟ ما هي أول ما بقولوا بلادي بقولها برارة، كلمة إيش؟ برارة، يعني تعطيني اهل برارة، تعطيني اياهن، اجبر عنك هذول يا اخي، بدك تجبر عنها، اجبر عنها بدون ما تجرح شعورها. قالت لك 10 وحالها تعبان، شو لازم تدفع؟ 20. تشاطر على هذه، هذه ال ايه؟ سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. نعم. وعند الترمذي بلفظ غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد ايش؟ فاصل، ويزيد البائع، ويزيد البائع، مش يعني هذيك ليس إنجازا إنك تخصم لك شيء يسير جدا وأنت لست بحاجة وعندك ايش؟ يعني تدفع الكثير في قضايا، يعني بتروح بتتعشى لك عشوة في محل تدفع المبلغ الفلاني، ثم ثاني يوم على مبلغ زهيد بتسوي ايش؟ قصة. السهولة والتيسير، سهل البيع، سهل الشراء، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، هذه السماحة اللي احنا بحاجة لها، سماحة
إذا التقيت أنت وإنسان آخر على مفترق طريق قل له تفضل. مكتوب يعني بقول لك الوصايا العشر، والوصية الحادي عشر إنك إيش يجب أن تمر أولا في من الحكي لك الحق على رأسي وعيني، تنازل يا أخي قل له تفضل، سير لا بصرش سمحا في قضايا الإيجار والاستئجار، في قضايا البيع والشراء، في قضايا الزواج. الآن اللي بيطلبوا مثلا 3400 غرام ذهب، 3400 غرام ذهب مهر حق، المهر ايش حق، لكن نظرة المجتمع ليس انه حق، هم يظنون انه هذا يمنع الطلاق مثلا، يثبت اركان الأسرة، ليس هذا ما يثبت اركان ايش. مين اللي بسواش؟ الجيل على الجهتين ولا بتحدث عن جهة واحدة؟ لا احنا بنقول اللي قالوا، بنقول اللي قالوا الامام اللي بالشمال الله يجزيه الخير قال ملاح. شو قال؟ ملاح بمعنى ايش؟ رفع معنويات، بمعنى فتح الباب لأحبتنا الشباب الصغار، انه المجتمع مجتمعكم وانتم دائما مرحب بكم، وانتم حقيقة يعني النصرة والنهضة والاقتصاد والسياسة والاجتماع قائم على مين؟ في النهاية على الشباب، فهم أغلى وأثمن من أن يقدر. هذه مش بيعة صحارة بندورة، ولا في واحد محترم يقصر بحق الزوجة بعد 10 سنين يتوقف عن تقديرها؟ لا، بعد 20، بعد 30، بعد 40 يوقف؟ لا. ايه تجوز عليها يا اما يعني حقيقة ايش عنده مبالغ يعني، هذه قضية بيتزوج عليها. التعدد وارد، التعدد وارد، كن رجلا وخذ بالمقصد المذكور في سورة النساء اللي هي رعاية للأيتام، واحدة امرأة أرملة معها أيتام صغار، تفضل تفضل كن رجلا، تفضل تزوج هذه المرأة، احضن هؤلاء الأولاد، ضعهم تحت جناحيك، هذا معناها. غير ممنوع البقية الباقي، بس بقول لك هاي يعني في مقصد معين. ما كانت الصحابية تظل ايش بدون زواج، لكن مش القضية قضية انه قاعد فاكهة. الشيخ عبد الفتاح ابو غدة رحمة الله عليه من اكبر علماء هذا الزمان، علماء الاحناف فيما قرأنا، مرة واحدة التقيت بالشيخ كان في زيارة لأمريكا، وألقى محاضرة على المسلمين باللغة العربية، وبعد المحاضرة كان هنالك طعام لا بأس يعني تقديرا للرجل. بعد الطعام بدأ الشباب يسألوا، الناس اللي عنده سؤال في الفقه اللي يعني سأل، ثم انتقل الحديث مباشرة بعد الشباب لما يسألوا عن ايش؟ عن تعدد الزوجات، وكثير منهم مش متزوج اصلا، وبيسأل لسه ايش؟ رحمه الله قال اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعتبر هذا الكلام ايش؟ اللي بيعتبروه فاكهة الشباب انه بدهم تحلاهي بعد الطعام. قال اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. اقرأ انا عن الاقتصاد في حد ذاته ليس سببا في السعادة، المال ليس سببا في السعادة، ولا يغرنك المظهر، ولا يغرنك ايه المظهر. هنالك مقاييس، هنالك مقاييس وضعت لسعادة الدول، انا لا احكم على المقياس بالموضوعية،
ولا بعدم الموضوعية. هنالك مواقع بسطيع اليوم صدرت لائحة 2021 للدول مالها الأسعد بمقاييس أهل الدنيا. بمقاييس إيش؟ أهل الدنيا. طبيعة الحال زي حالاتي بدي ينظر إيه؟ نظرت قالوا أيسلندا، قالوا يعني دول الشمال إجمالا، ألحقوا بوتان في الهيمالايا بأهل السعادة من أهل الدنيا. أنت عارفين أكيد نفسيتي الآن تبحث عن أي، أبحث عن أول دولة عربية على اللائحة. وضعوا في اللائحة الأولى 10 دول. بحث بحث بحث، فإذا أول دولة رقمها 29. حافظنا من أي دولة. ثم اللي بعدها رقم 36، مش بعيد عنها. بعض الدول زي نحن مثلا فلسطين رقمنا 138 أظني. قول عنا احنا احتلال، وجيراننا 139 او 140. يعني اللي بيطعمونا منه باكلوا هم ايش منه. يعني في الهم ايش الاسباب مختلفة، هم يتسببون لنا ويتسببون انفسهم الامان السعادة. طيب إذا بدك تقدم كما قال ممثل الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة مساء، اليوم أوروبا كان عندنا في القدس، قال السلام والأمن يعتمدان على الديمقراطية والازدهار. السلام والأمن يعتمدان على الديمقراطية والازدهار. عدت إلى البيت وكتبت عندي في المفكرة فلان قال، كتبت باللغة الإنجليزية زي ما سمعت، السلام والأمن يعتمدان على الديمقراطية والازدهار، ثم كتبت بعد ذلك فأين العدل في المعادلة. يعني يكاد يكون كل الساسة في الكرة الأرضية يقولون إيش؟ أمن أمن أمن، سلم سلام على راسي وعيني. التقصير من طبعا في السياسات يجب، أرادوا الأمن خذها ببساطة شديدة، قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء ذاك السفير الرسول، يعني سفير بحث عن، قيل له نايم تحت إيه؟ نايم تحت الشجرة، قال كلمات تكتب بماء الذهب، عدلت فأمنت فنمت. بدأ بإيش؟ نتيجة العدل إيش؟ الأمن. عدلت فأمنت، بدك أمان يا سيدي اعدل. ينسوق من الاحتلال هنا، عدل في الأسرة، اعدل في الأسرة، تريد أمان اعدل. يعني نقول فلسفة النظرة الإسلامية للإنسان والكون والحياة، العدل يحتل جزءا كبيرا، لم يكن يعني حجر أساس عمود، يعني الصلاة عمود الدين. المجتمع شو معنى صلاة؟ تنهاك عن الفحشاء والمنكر. من المنكر؟ ظلم، ظلم سياسي، ظلم اقتصادي، ظلم ظلم. أليس ظلما أن الشاب الآن يصل إلى ثلاثينيات من عمره الآن ولا يستطيع الزواج؟ ظروف الشاب ما استطاع أن يدرس، عنده عقل مثل أينشتاين، ظروف الاقتصادية بصير أبصر إيش، والصبايا بدهن إيش، يعني كأنه زي النمرة تبعت السيارة
الله أكبر الله أكبر. الحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليكم.